في البداية بقى لاعب الملاكمة هو اللي موجود على الشمال اللي لابس الجلافز الأحمر، ولاعب الكونغ فو هو اللي موجود على اليمين. طيب لاعب الكونغ فو بيلعب بقى بأسلوب إيه؟ لأن الكونغ فو الصينية فيها أساليب كتير جدا، ده اللي هنعرفه دلوقتي من المباراة. وما تقلقوش مش هقطع بقى، مش هوقف يعني المباراة كل شوية. بسم الله نبدأ. أهو يا شباب واخدين استعدادهم، لاعب الملاكمة طبعا إيده قريبة من جسمه، وهو لاعب الكونغ فو أجريسيف اجريسيف يعني متحمس جامد، ولكمات متتاليه وضرب. اوه ركزوا كده، لاعب الملاكمه عنده قوه تحمل من البدايه قويه جدا، تمام، عنده قوه تحمل شكله كده رهيبه، وده اللي هنشوفه دلوقتي. طيب لاعب الكونغ فو في البدايه كده من الاسلوب ده اللي بيلعبه، ده كده اسلوب السنده، لكمات ركلات طرحات، ده سنده، تمام. طيب لاحظوا كده معايا ان لاعب الملاكمه بصوا ايده عامله ازاي، ايده قريبه من جسمه من الخط المحوري، طول ما ايدك قريبه من جسمك ده معناه انه يكون في قوه شديده جدا. لاعب الملاكمه بيضحك، طبعا الضحك احيانا في الفايت بيستفز قوي الخصم، تمام، وبيسيب اعصابه. اهو لاعب الكونغ فو طبعا بيضرب ركلات تحت بيان توي، لاعب الملاكمه ضرب تقريبا ضربه خلف راسه دي غلط. اوه 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 ضربتين في الوجه، بصوا ولا اي اندهاش، عامل ايده كده بيقول له ولا اي اندهاش خالص. يبقى كده في البدايه لاعب الملاكمه باين قوي ان هو عنده قوه تحمل فعلا يا شباب رهيبه، قوه تحمل شديده. اهو يا شباب الاثنين واخدين طبعا حذرهم. اه شايفين، عاجبني قوي عاجبني قوي لاعب الملاكمه في صد. اوه قرب منه، بصوا هنا لاعب الكونغ فو تحسه انه بيتخانق، تمام، الضربات دي اغلبها بتكون غير مؤثره قوي زي لكمات الشارع. لاعب الكونغ فو لحد الان ما بيضربش لكمات موفقه، او ما بيضربش لكمات بيرفكت بعكس لاعب الملاكمه، تمام. اوه قربوا من بعض ضربات متتاليه. اوه ماي جاد، بص عاجبني في لاعب الملاكمه انه بيضرب يعني بعد ما بيهاجم بيدافع بعكس لاعب الكونغ فو، لان ايده بعيده عن ايده بعيده عن جسمه خالص، فبيهاجم عمال ياخد ضربات كتير، تمام. اهو يا شباب، اوه اهو ضربات متتاليه من الاثنين، وبيضرب برجله لاعب الكونغ فو. اوكي طيب اللي بيحصل ده بروسلي اتكلم عنه. اوه اوه معجنه معجنه، بس لاعب الملاكمه ما شاء الله بيصد كويس الركلات اللي بيضربها. طبعا لاعب الكونغ فو هنا ركله اسمها بيان توي، تمام. بروس لي قال مقوله جدا جميله جدا يا شباب، قال اي دونت فير ذا مان هو هاز 1000 كيكس، انا لا اخشى الرجل الذي يمتلك 1000 ركله، بات اي فير ذا مان هو هاز براكتسد اون ذا كيك 1000 تايم، ولكنني اخشى واخاف من الرجل الذي يتدرب على ركله واحده 1000 مره. ده معناه ان انت ممكن يكون معاك حركات كتير جدا ومش مؤثره، تمام، لكن ممكن يكون معاك حركه واحده بس وبتتمرن عليها كتير قوي هتكون افضل من ده كله. اوه اوه لاعب الملاكمه اوه بيضرب ضربات متتاليه، طبعا لاعب الكونغ فو الصد عنده ضعيف، اهو عمال ياخد ضربات كتير، طبعا ده غلط. المفروض في الحركه دي تقفل على وشك جامد، تقرب، تعمل حركه تيك داون، لكن شكلنا كده في المباراه يا شباب هم مانعين التيك داون، مانعين السقطات. طبعا الماتش هنا يا شباب هو عباره عن جولتين، اوكي؟ الجوله الاولى طبعا تقريبا خلصت، هنبدا الجوله الثانيه، بس قبل ما نبدا الجوله الثانيه يا شباب عاوزين نتكلم بس في كام نقطه هنا. لاعب الكونغ فو هو معاه لكمات ومعاه ركلات، كويس جدا انك انت يكون اسلوبك منوع في اكتر من حاجه، لكن اللي مش كويس خالص ان انت يعني تكون ما بتتمرنش على كل حاجة، ما بتديش لكل حاجة حقها. ايه لازمتها معاك لكمات وركلات وحركات جود وجيتسو ده كله ومش بتتمرن عليه، ملهوش لازمة. لاعب الملاكمة في الجولة الأولى ما شاء الله هو يعني زي ما تقول كده ايه، بيلعب زي ما قال القانون بالظبط، فعلا كل ما ايدك تكون قريبة من خط المنتصف ايدك هتكون قوية، الصد بتاعه فعلا كان ممتاز بعكس لاعب الكونغ فو الصد بتاعه ما كانش ممتاز. تعالوا بقى نشوف برضو دلوقتي الجولة الثانية وهنحكم معاه. هنا يا شباب الجولة الثانية، بس لحظة ارجعها من الأول خالص، صغر الصورة بتاعتي. اهوت. أوه. ركلة، هنا استخدم ركلة كويس. أوه ده بالظبط هنا بقى أفضل اللاعب الكونغ، برافو، بدأ يستخدم كل التقنيات اللي معاه، برافو عليك. ده اسمه الهجوم الشامل. إنك تستخدم كل حاجة معاك، لكن عيبها إن ممكن تضعفك. تخلي الجهاز الدوري التنفسي بتاعك يضعف، تنهج. اوه لاعب الملاكمه شايفين الفرق، لاعب الملاكمه ايده فوق، لاعب الكونغ فو ايده تحت، هياخد ضربات في وشه كتير، ما ادراك انك تاخد ضربات في الوش. الضربات دي لو مش لابسين جلوفز كانوا ماتوا. شايفين لاعب الكونغ فو بدا يتشتت طبعا جامد. هو الكونغ فو كويس السنده، بس انك لاعب الكونغ فو هنا
لكماته مش كويس, ركلاته كويس. الملاكم لحد الان زي ما اتفقنا اللي عجبني فيه قوة التحمل بتاعته ما شاء الله, والثبات والتوازن بتاعه. لعب الكونغ فو برضو عنده ثبات وتوازن بس ينقص القوة, ضرباته مش مؤثرة. اهو بيضرب اللكمات اهو بيقرب منه تحس انه بيتخانق معاه, بيلعب من غير تكنيك من غير فكر, احس انه بيضرب وخلاص. لعب الكونغ فو ساندا اهو ايده تحت ودي مشكلة, ده معناه انه ياخد ضربات في وشه كتير. هنا تعب بان اول ان الاثنين تعبوا بس لعب الكونغ فو تقريبا تعب اكتر اهو. او طبعا يا شباب الضرب الكتير ده بيكون حاجة في الجسم اسمها حمض اللاكتيك, اللاكتيك اسيد. ده حمض بيتكون من المجهود العضلي الشديد. الحمض ده يا شباب الحمض اللاكتيك ده يا شباب تمام بيعمل شد عضلي او او بيخليك تتعب بسرعة. لحظة اصغر الصورة انا اسف. تمام بيخلي ضربات متتالية يا شباب زي ما احنا شايفين. الحمض اللاكتيك ده يا شباب بيخلي الجسم يتعب بسرعة. ضربات متتالية من الافضلية اللاعب الكونغ فو. عمل هجوم شامل وده كويس جدا طبعا. اهو ضربات متتاليه يا شباب. هنا الاثنين طبعا باين عليهم انهم تعبوا, الجهاز الدوري التنفسي عندهم تعب ارهق اكيد, شغالين بقى لهم جولتين فلازم يتعبوا. لاعب الملاكمه استخدم الركله بس الركله ضعيفه زي ما انتم شايفين لانه مش مميز شكله في الركلات مش بتاعته مش بتمر عليها كتير. اهو يا شباب ضربات متتاليه. عاش ركلة راوند هاوس كيك او بيانت واي بس بقى تعب وخلاص. لعب الكونغ فو تعب اكتر. ركلة تاني مفيش قوة خالص اكيد, لما حمض اللاكتيك بيتكون قوتك بتضعف جدا. ركلات طبعا متتالية كويس جدا. لاعب الملاكمة بدأ برضو قوة التحمل بتاعته تضعف شوية, بدأ ان هو ما يركزش ما بيهاجمش بقاله كتير. لاعب الكونغ فو بيرمس لمس بس مفيش قوة. ضربات متتاليه يا شباب اهوت. لاعب الملاكمه بيضرب ضربات متتاليه طبعا. ملاكمه ركله, حكم وقف المباراه عشان يعني ايه يرجع الوضع الهجوم بتاعهم تاني. ضربات متتاليه ركله طبعا شايفين جت في الجزع جت في الجزع. لمس ضربات الجلافز